الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول عن جسم الإنسان. اتباعنا لنمط غذائي صحي وأسلوب الحياة السليم، وذلك بتناول الطعام الصحي والغني بالمعادن والفيتامينات والموجودة عادة في الخضروات والحمضيات والفواكه، هذا بالإضافة للتوقف عن التدخين وممارسة رياضة المشي بشكل يومي، كل ذلك تقوي من جهاز المناعة في جسم الإنسان بشكل عام وخاصة ضد فيروس كورونا، وتساعد في تسريع العلاج ضد الإصابة به، وذلك لسلامتكم وسلامة أهاليكم.